بسم الله الرحمن الرحيم نتجه لها الرساله هذه يعني للشرطه برك. الشرطه اللي جاوا عندي انا جاء على بالكم عند من اللي جيتو، جيتو لواحد ضعيف خلاص خلاص اقصى درجه جيتو عنده وما دار والو، ما داروا والو ولادو، يعني باش تديروا القراد على ظهري انا؟ والله لا ما عطاكش رب العالمين قراد، والله ما تطلعوا، والله ما تطلعوا، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. هاهم ولادك دير لهم هذيك الاسلوب هذيك، يعني تستعمل معاهم يعني الاسلوب هذيك، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. انا ما عندي حتى قراد، ما نعطيك لا قراد لا والو، ربي اللي يعطي القراد، ربي اللي هبط وربي اللي طلع. انا ما باش تطلعوا القراد على ظهري، انا ما عندي حتى قراد، ما عندي لا قراد، ما عندي ملاير، ما عندي ما جبت ملاير، ما عندي، ما عندكم حتى قراد، والله خلاف الذنب تسرجيوه عندي، يعني بربي ان شاء الله الذنب، والله ما نسمح لواحد فيكم امام ربي الى يوم القيامه، والله ما نسمح واحد فيكم، والله ما نسمح واحد فيكم امام ربي الى يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمة الله.